عسلامه عسلامه لا عسلامه لبس عليكم والله لك الحمد ساعه عارفون عليكم انا من منزل بوزلفة نعطيك الاسم واللقب ميساج كيف ما تحب هيبه بن سويلم مرحبا وبيك عايشه وانا كيف منزل بوزلفة مدام زين بعنيبة مرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على موضوع صلة الرحم. علاش صلة الرحم ما يعترفوا بها كان الكبار اليوم؟ خاطر الكبار هما اللي مهروش الصغار، وصلة الرحم هما الكبار نقصت. شحالها المطر ما عادش صب علينا من قلة صلة الرحم. مع الوقت خلى العباد ما عادش يراو لا الاحباب لا الاصحاب لا الاهل لا العائله. وزيد صلة الرحم قعدت تنقص بنيتي من المشاكل نتاع الرزوقات ومشاكل نتاع الفتن الدنيا ذي الكل. شخلا زيت صلة الرحم قاعدة تترفع وقاعدة نراو في العجب نتاع الدنيا الكل. هون نراو فيه تويك شنو أكثر من هك؟ ما عندي بنزيد نقول لك أكثر من هك. هي ثم كلمة أكبر وأعظم من 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 صلة الرحم تيما في القرآن منصوص عليه. ساعات قلت أنت كان يعرفوها كان الكبار. الكبار تربينا على اللي أكبر منا إحنا. عجدود وعرفونا. وكانت العائلة كانت العائلة ملمومة، كان الزار يلم الأربعة كناين مع بعضهم والحمو والحماة. تحس والصغير يحس بعمه يحس بولد عمه. تويكا ولا كل صغير في بيت وكل صغير عنده التليفون لاهي فيه وما عادش الحكاية هذه. والكبير ما يجيش البال والبو يفكروا تثم صغار ما يعرفوش ولد عمهم. عمناش من هكاك اكلي كل حد ايزولي كل حد في بيته كل حد على روحه كل حد يعني يعرف كان ام وبوه حتى ما ماتوا ساعات ما يعرفهاش. بعدنا برشا هو ما بعدناش برك على صلة الرحم بعدنا على ديننا الكل لو كان تبعوا ديننا كبيره برشا وكل لحمه وكل الناس مع بعضنا وكل حب نتاع كان كل عائله تصيل رحمها وتحب بعضها. هو المجتمع شنو هو؟ ما مجموعة نتاع عائلات، راه المجتمع الكل يحب بعضه، مش كيما قاعدة نشوف توا. حد ما عاد يغزر لحد، جاره ما يعرفوش شكونه. مصالح. ما عادش ثم الدنيا كلها مصالح. لا ولا يعيشوا بالمصالح، ما عادش يعيشوا بصلة الرحم. بعدوا على كلام ربي وعلى القرآن وعلى كل شيء، إيش خلينا وصلنا للحالة هذيا؟ لا عاد عندنا شتاء ولا عاد عندنا حتى شيء ولا وهو الناس كل ماكلة بعضها. متعبنا برشا تو البو ما عادش يحكي مع ولده. فاني قلت لك اكل بعد ما عادش كل ملموميت كل حد على روحه. قلت لك الولد ما يعرفش ولد عمه ما يعرفش ولد خالته. شنو اللي يخلي الابناء ما يعرفوش بعضهم؟ مثلا نحكيوا على واحد يحكي على ولد عمه يقول لك ما نعرفوش. الوالدين هو الكبير الكل هو الكل راه الكبير هو الكل. الوالدين لاهين في امورها، الصغار لاهين في امورهم، والبلاد الكل هاي ماشيه في هاويه دراوين ماشيه في هاويه البلاد الكل. تيش خلينا تو قاعده تشوف اللي تونس ما قيت حد وسامحني كان باش ندخل شويه في درشنوة. مسؤولينا ما يحبوش بلادنا هذيك راهي تعرف مغروسه كحب بلادك وحب عيلتك وكل هذيك مغروسه فيك مش مغروسه فيك. ما يحبوش بلادنا المسؤولين. احنا نحبوا تونس كوم شعبنا مش خايب احنا ماناش خايبين اما مسؤولينا مش يخموا فينا مش ما يحبوش تونس. قداش كي نرى مصر كي يبدا مصر الدنيا وكي يبدا در شنو بالله نبكي. كل تحب مصالحها ما عادش ما فماش صلة رحم ما عادش كل واحد يحب على مصلحته. ولد عمي عندي معاك مصلحه ويولي ولد عمي ما عنديش معاه مصلحه ما عادش ولد عمي نولي براني خير منه هو. خاطر ما تغرستش خاطر ما تغرستش فيه يا حسره وقتنا ما عادش مفهوم. وما نكذبش عليك يا بنيتي الدنيا كلها مع تونس ما عادش نفهموا في حد شيء. وراس بنتي العزيزه ننتخب ما انتخبتش نعمل ما عادش نفهم حد شيء. هذه كل ليك يرجع اللي ما نمشيوش بالدين وبالشرع. اي كهو بعدنا انتم ما عندكم صغاركم؟ اي انا ما شاء الله بولاد ولادي وهي كيف شنو تحكيوا لهم على صلة الرحم باش تقربوهم للعائله؟ ما يبعدوا يعرفوا عائلتهم ككل يعرفوا الكل. اما ما نكذبش عليك سباك النوع اللي كيما كنا قبل صح شنو الفرق؟ الفرق قبل احنا مثلا العيد ما نعرفوش عيد ما نعيدوش على بعضنا
ما نعرفوهاش يلزم نعيد. ولدي تو عادي كيف نقول لك حاجه، كانت شقاله تلم الناس الكل، فهمت؟ ملي ولات لصحنا كل واحد وحده، واللي يجي وقت اللي يظهر له ويتعشى وقت اللي يظهر له، ما عادش نتقابلوا مع بعضنا وما عادش يحكوا مع بعضهم. ومع البو هارب من مواضيع مع ولده الصغير، يولي هارب من مواضيع، خايف من بوه، ولات العباد بعدت على بعضها برشا. ونرجع ونقول لك ونعاود، اللي بعدنا على الدين نتاعنا هذا هو اللي وصلنا، هذا هو اللي شو وصلنا. كيما تحكي تو الصغير نقول له نهار العيد برا نمشيو نعيدوا على عم، ولا لا عندي وقت، عندي صحابي باش نخرج، راهو نهار عيد. تو هو مش حكاية بالسيف يحشم يركب معايا باش يمشي معايا لأمي عايدة عليه. يحشم مني ويقول لي مانيش ماشي. التليفونات بعدت زادة ياسر، العباد على بعضك البورتابلوات هذوك ما لا بعدوا ياسر. تكلم بالبورتابل وينك صافاش نحوالك لاباس امورك لاباس، هاي علقت التليفون بسلامة بسلامة. تو نعيد عليه بالبورتابل مش لازم نمشي له. التليفون كافي ولا مش كافي؟ لا ماهوش كافي. لا مستحيل. انا تليفون تكلم في 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 حاجه جماد. لا مش كشالوغ اللي كيف انا نقول لك عيدك مبروك وتبوسني ونبوسك كيما الو عيدك مبروك جي منه هو. مش كيفي. كيفاه؟ انت كي يكلمك شكون؟ تقبلها بالتليفون ولا لا؟ في عيد لا. عيد ما تقبلهاش؟ لا ما نقبلهاش، اما في قضيه شنو احوالك كذا، مش حتى شنو احوالك مثلا مش نقضي. في مرض ولا حكي؟ لا في مرض ولا تلعبت بالتليفون. ما نقبلهاش بالتليفون. أها. صحيح ما عادش يحبوا العباد تمشي لبعضها. متغشش. انا نخدم وانا عندي وما عنديش وقت ومثالش تليفون يقضي، قولوا لك هكا ديريكت، مثالش انت كي تقول لي تليفون يقضي ما زلت انا ندق عليك الباب ونجيك. صحيح. عشرات حتى. هكاك. تغششت برشا مرات؟ برشا ديما. ديما نتغشى على خاطر اهلوش نحو لها يجوا طلع لي عندي داري ونجموا نراو بعضنا ونحكيو مع بعضنا ونشوفوا شي يزيد وشي ينقص. اما التليفون نمنع حتى الكاس تاي جماد، نكحكي مع جماد، راني مع جماد مش مع ربي يهديه هكا وربي يهدينا على بعض. والدين مقصرين باش يعرفوا اولادهم باقربهم. الناس كلهم مقصرين. الناس كلهم مقصرين. ماني انا كنت قايمه عامه، نخدم قايمه عامه. ان كيف تصير حاجه مع تلميذ نبعث استدعاوة لي مره الاولى الثانيه الثالثه حتى يجي مغشش. شبيك خلقتني انا نخدم ونجري؟ كلمة برك نقولها له، نقول اللي قاعد تخدم عليه ضيعته. هاك الصغير اللي يعمل وعمل واللي قاعد انت تخدم عليه هاك ضيعته. كيف نعيط لك ما عندكش وقت باش تسمعني، انا عيطت لك راهو في التوب. الشباب كان ثم حل راني عملت وين؟ لا في شيخات وفي زطلات. نقول لك الشباب بعد على كل شيء، وما نزيد نكثر لك ولا نقلل لك. ايوه. كلمة الختام. ربي يهدي وربي حننا على بعضنا وربي ينصرنا. خاطر بلادنا تو غارقه في غارقه كبيره. يا ربي فرج على تونس، نحب نراها كيما كانت. والله مش نعمل الحمد لله. طيب.